عليكم، معكم القصبوي بو شعيب، عضو المكتب النقابي وكالة الرباط فرع سالة. هذا العضو هذا اللي خدا اضراب على الطعام من بعد ما فرقنا كاع الابواب وصلنا للحائط المسدود. هذا الاضراب على الطعام اللي هو كان دام 52 يوم ولا 53 يوم، من بعد هذا الاضراب هذا على الطعام اضطرينا بزاف صحتنا، عبد ربي فقد اكثر من نصف صحته. واحد الحاله اللي كنتعرض ليها ما كنتش كنتحكم في يديا، يديا تترعد، رجليا كذلك. واحد الحاله البارح وصلت فيها، راه يمكن لكم تاخذوه تصور مع عند الدراري، واحد الاحمرار ديال العينين. كنت ما عليا ما بيا الحق، بغيت نمو ديال الطواليت مازال ما نضتش، حتى بديت كلي تنعرق. واحد الحميرار ديال العينين، فقدت لي كيليبر، ما بقيتش كنتحكم فيه لا في يديا ولا في رجليا، ولا نضارهم ولا بقاو شاديني. وليت بحال شي واحد اللي بقى الان تجي داك الريزوم وداك العقل اللي هو كان ما بقاش. باقي عقل كيفاش هزوك الحالة اللي هزوك فيها السبيطار؟ باقي عقل عليها؟ مبقيتش عقل بالضبط، لأن الساعة اللي كنت في ديك الحالة كنت مغيب، والحالة اللي عقل الساعة اللي 52 يوم الساعة اللي كانوا جايبوني هزني هاد السيد هذا هو. هانت مشكل ولا عندي في حياتي، خصني نبقى قابض يديا باش ما نتحركش. مشكل. شحال دابا من اليوم كنتو مضربين على الطعام؟ شحال المدة؟ 52 يوم دابا. هادو هما المول الاثار ديال رجليا. دابا راه تنوقف، ما كنتحكمش في رجليا. كانت واحد الاستشارة ديال الاطباء واحد الساعة عطيني قوة لي فيتامين، شي ثلاثة ولا أربعة ديال لي فيتامين، وحتى الماكلة كاين عي السوائل، شي خيزو مطحون مع الما، مقدرش ندوز شي حاجة، وميم صح قولون عندي مشكل. لا إله إلا الله محمد رسول الله، صعيب تقولها، صعيب نصدقها، صعيب. ممكن شركة معنا؟ شركة مع الغرب؟ الريزون ما مبقاش عندي، مكات داك القصباوي اللي كان ما بقاش القصباوي، ما بقاش. بقى عندك جدريري صغار فقدتي معهم 20 عام. شوف هادي العينية تبدلات، راه اللي تيعرفني ماشي هذا القصباوي. القصباوي واش كان شي اتصال من بعد ما درتو هاد الاضراب؟ واش كاين شي تدخلات؟ كاين شي ما كاينش شي تدخل، ما كاينش شي التفاتة. تيقولوا بلاد الحق والقانون، مابقاش كيبان لي فين هو الحق فين هو القانون. نتمناو شي التفاتة، لأن كاع الأبواب طرقناهم. هاد الناس هادو راه ما طردونا، خلونا معلقين، ما عرفناش شنو غنديرو في حياتنا. باش نحسي معاهم 20 عام شتي كله ما بقاش فيا، بقات فيا صحتي دابا اللي مشات. هاد يومين وانا راه ماشي هو هذاك، ماشي هو هذاك. تتقول كلمه كتنسى، قول لك تترعد ما تقدرش توقف، الكيليبر ما بقاش عندك، ما
واش الكل عندي في صحتي؟ صحتي اللي ضاعت ليا هكاك باطله تبطيله. كنا عليهم الله عياو ما ينشدوني عياو عياو رب تأثير ديال العائلة وديال ملي سمعت كل شي تيبكي هاهم دارو جنازة داكشي باش قدرت نوقف سينو ما كنتش غادي نوقف ما ناويش نوقف وما عندكش علاش توقف هانت وقفتي على المصير ديالك نفضل نموت ولا نعيش هكا تعيش ميت اللهم تموت حسن ويدفنوك ويتهناو يبقاو هازينك لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم معكم العمار خليل كاتب العام ديال المكتب النقابي التعاوني الفلاحيه كوباك. حنا اليوم في هذه الزياره ديال الاخ ديالنا ابو شعيب اللي من بعد 52 يوم ديال الاضراب على الطعام واللي توقف عليه هذه يومين هذه بعد بزاف ديال المناشدات والضغوطات باش خلينا يتوقف على الاضراب على الطعام. الاضراب على الطعام اللي كان وصل فيه 30 يوم وكان غيب طاح على راسو ضرب جينا للسبيطار واستمر في الاضراب ديالو حتى وصل 52 يوم اللي وصل فيها واحد الحاله يرتا لها. راه من بعد نقلنا للمستشفى وتلقى الاسعافات راه اليوم راه من بعد يومين راه بداو كيبانو مضاعفات ديال الترعيله ديال اليد والرجلين. نتمنوا من الله تعالى يتشافى ويرجع لينا كما كان يا ربي امين. نتمنوا والله ياخذ الحق في الظلم الله ياخذ الحق في الظلم. حنا من بعد الاضراب على الطعام ما درنا حتى تسدوا البيبان كاملين قدامنا. اننا راسلنا جميع الجهات المعنيه راسلنا جميع المسؤولين ولكن الجبروت ديال التعاون هذا الرئيس ديال التعاون هي اللي كيتعالى فيه على السلطات وعلى القانون واللي هو اللي وصلنا لهذا الشيء وكنحملوا حتى هو المسؤوليه ديال التبعات ديال هذا الشيء ديالنا لانه ظلمنا وظلمنا في حقنا وما غنسمحوش ليه. حنا اليوم هنايا راه كنشدوا جميع الجهات المعنيه باش تدير تدخل ديالها راه كنشدوهم وكنعاودوا نشدوهم لان هذا الشيء اللي وصلنا ليه راه ما هو الا اننا طلبنا بحق ديال طلبنا بان بتطبيق مدونة الشغل داخل هذيك الوكالة اللي كتنعاد من فيها جميع أدنى شروط الصحة والسلامة ما كايناش فيها. وهذا الشيء هو اللي خلانا نديرو هذا المكتب النقابي وحنا راه الدستور راه هو اللي كيخول لنا هذا العمل النقابي ولكن ما كيحميناش فيه لأننا ما بادرناها. حنا دابا تشردنا حنا في الشارع الإخوان العائلة تشردوا حنا من بعد 22 عام ديال الخدمة وحنا كنشوف كنتلاحوا للشارع الإخوان من بعد جميع الأشكال النضالية الحضارية اللي درنا ما وصلنا فيها مع رئيس التعاونية اللي كيتعنى بالسلطة ديالو بشي مسؤولين كبار أنه راه ما قادر عليه حتى شي واحد. وفعلا هذا الشيء اللي كنشوفوا بان السلطه مع المال وكاينين كاينين مسائل اللي كتغاضى على تطبيق القانون ديال الشغل. حنا اليوم راه كنشدوا السلطات والجهات المعنيه والسيد الوزير اللي سمعنا في محضر انه يتدخل في العاجل ويشوفوا بعد الحاله الانسانيه ديال هذا السيد هذا اللي معنا اللي هو طريح الفراش ويوصلوا ويشدوا لنا الحق ديالنا. راه لا يعقل باش 22 عام و 21 عام و 20 عام ديال الخدمه تمشي هكاك مطوره. لا اله الا الله والله ياخذ الحق في الظلم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.